والبداية محليا، حيث غزت وعلى نحو واسع صور نشرتها صفحات رسمية تابعة لمؤسسات الاحتلال، يظهر من خلالها رئيس دولة الاحتلال روسفين ريفلين وبصحبته عدد من ادعت تلك الصفحات انهم مثلوا فعاليات شعبية وعشائرية أردنية. وعلى نحو متسارع انتشرت تلك الصور على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأردنيين وسط عبارات رفض وتنديد واسعة بالمزاعم الواردة حولها من قبل صفحات الاحتلال، التي حاولت من خلال تلك الصور إظهار صورة تغاير الواقع حول إمكانية التطبيع مع الاحتلال على المستوى الشعبي. قطاع واسع من المعلقين أكد على أن زيارة كتلك لا تمثل إلا من قاموا بها، وأنها بطبيعة الحال مرفوضة ولا تمثل أي طيف من أطياف الشعب الأردني ومكوناته، وعلى رأسها العشائر التي قدم أبناؤها تضحيات معروفة في الصراع مع الاحتلال في جميع المعارك التي خاضها الجيش العربي أو المقاومة الشعبية، وقدموا كوكبة من الشهداء والجرحى في سبيل فلسطين والدفاع عن الأراضي العربية من التمدد الصهيوني. وزي ما بنشوف على الشاشة هاي أمثلة من بعض التعليقات والمنشورات اللي إجت كرد فعل على الموضوع، علما أنه هناك كم كبير وهائل من المنشورات والتعليقات اللي ما في أي مجال لعرضها جميعا.